من 4 أو 5 سنين تقريبا في الصيدلية اللي أنا كنت بشتغل فيها في جدة في السعودية، جات لنا شركة جديدة لمنتجات الشعر، شامبوهات وبلسم وزيوت وحاجات زي كده. لكن حصل وقتها حاجة غريبة جدا، يمكن لأول مرة بشوفها مع منتجات أي شركة. المنتجات دي حرفيا كانت بتتشفط من على الرف، الكمية اللي كنا جايبينها يعني خلصت في يومين، نجيب غيرها تخلص، نجيب غيرها تخلص، حاجة مش ممكن. يعني فعلا أنا كانت أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده مع منتجات أي شركة، وكان الموضوع ده يعني وقتها حديث الصيادلة، كل الصيادلة في السعودية كانوا بيتكلموا عن القصة دي وعن الشركة دي وإزاي الإقبال الرهيب عليها، خصوصا على المجموعة اللي هي كانت بتاعة زيت الأرجان. المهم مؤخرا المجموعة دي اتوفرت في مصر، فرحت جدا لما شفتها اتوفرت في مصر، عشان كده هنعمل عنها فيديو النهاردة وهنشرحها بالتفصيل. ٨٢٪ من اللي بيشاهدوا القناة مش مشتركين فيها أصلا، ياريت تدوسي سبسكرايب وتفعلي جرس التنبيهات، وإذا ما عجبكيش الكلام ابقلغي اشتراكك بعدين. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم دكتور عصام شومان. مجموعة زيت الأرجان من شركة OGX، المجموعة دي عبارة عن شامبو وبلسم وزيت، بإذن الله رب العالمين هنشرحها لكم بالتفصيل، هنشرح التركيبة لكل الثلاث منتجات دول، وهنشرح كمان طريقة الاستعمال بتاعتهم، وكمان هقول لكم في آخر الفيديو بإذن الله على أسعارهم سواء في مصر أو في السعودية. فيلا بينا نبدأ. أولاً الشامبو، الشامبو خالي تماماً من جميع أنواع أملاح السلفيت، دي أول ميزة فيه. مواد التنظيف الموجودة في الشامبو ده مواد لطيفة جداً، ما بتسببش أي جفاف مطلقاً. وأول مادة فعالة هتقابلنا بعد مواد التنظيف على طول هي زيت نواة الأرجان المغربي. زيت نواة الأرجان المغربي ده مفيد جداً للشعر، لدرجة إن هم أطلقوا عليه اسم الذهب السائل، الذهب السائل. ليه؟ لأنه أولاً غني جداً بفيتامين إيه، فيتامين إيه طبعاً مضاد للأكسدة، بيحافظ على الشعر من التلف، وفي نفس الوقت هو كمان مرطب ومرطب قوي، فهيدي ترطيب وترميم للشعر. والأهم من فيتامين إيه إن هو غني جداً جداً بالأحماض الدهنية، بالفاتي أسيدز، في نسبة عالية جداً من الفاتي أسيدز ومن الأحماض الدهنية. الأحماض الدهنية دي حرفياً بترمم الشعراية، بترمم الشعراية تماماً، بترمم الطبقة اللي بتكون حصل فيها تلف، الطبقة الخارجية اللي بيكون حصل فيها تلف للشعراية، بترممها وبترطبها وبتنعمها. فعشان كده الزيت ده حلو جداً للشعر ومشهور جداً للشعر، لأنه بيعالج مشاكل الجفاف والتلف والتقصف، كل المشاكل دي زيت الأرجان المغربي بيعالجها. كمان زيت الأرجان المغربي هو مغذي، بيغذي فروة الرأس وبيغذي وبيقوي البصيلات والجذور بتاعة الشعر، فهيساعدني على تقوية الشعر وهيساعد على أنه يقلل من فرصة حدوث التساقط، فدي برضو ميزة مهمة جدا وحلوة جدا في زيت الأرجان المغربي. الشامبو كمان بيحتوي على البنسينول، طبعا كلنا عارفين البنسينول فيتامين بي 5 اللي من أهم خصائصه الترميم، يعني فكرة الترميم أو خاصية الترميم دي من أهم الخصائص أصلا اللي بتتمتع بيها مادة البنسينول، فطبعا ترميم إضافي، فعشان كده الشامبو ده فعلا حلو جدا في حالات التقصف وفي حالات تلف وجفاف الشعر. الشامبو زي ما قلنا خالي من أملاح السلفيتس، وخالي كمان من البارابن، ما فيهوش بارابن، طبعا دي برضو ميزة حلوة جدا، ولكن هو فيه سيليكون، فيه سيليكون، ولكن السيليكون اللي موجود اللي فيه بتركيزات بسيطة، ده غير ان الشامبو اصلا ما بيقعدش فترة طويلة على الشعر، بيتغسل وبيتشطف على طول، فما فيش مشكلة من وجود السيليكون، لانه كمان زي ما قلنا بتركيزات بسيطة. بالنسبة لطريقة استخدام الشامبو، فثلاث مرات في الاسبوع هيكون كافي جدا، هنغسل الشعر بيه ونعمل رغوة ونسيب بس الرغوة دي يعني تأدي مفعولها كده 2-3 دقايق بالكتير، وبعدين نشطفها بالمية زي ما اتفقنا، 3 مرات في الأسبوع هيبقى كفاية جدا إن شاء الله. بعد الشامبو أكيد ضروري جدا إن احنا نستخدم البلسم، خصوصا إن البلسم في المجموعة دي
غني جدا جدا بالمواد المرطبة اكتر بكتير كمان من الشامبو. يعني هو بيحتوي على زيت الارجان المغربي، بيحتوي على الكيراتين المجزأ، بيحتوي على زبدة الكاكاو، زيت الافوكادو، زيت الصبار، البنسينول، وزيت جوز الهند. تركيبة قوية جدا جدا، فعلا هتدي ترطيب عالي جدا للشعر. وكل الناس اللي بتعاني من مشكلة التلف والتقصف والجفاف والتقصف بتاع الأطراف والحاجات دي كلها، الحاجات المزعجة دي والمشاكل المزعجة دي، البلسم ده هيكون فعلا مفيد جدا جدا. طبعا البلسم طريقة استخدامه اللي احنا بنستخدمه بعد الشامبو، بعد ما نغسل شعرنا بالشامبو بناخد كمية كويسة من البلسم وندهن على شعرنا وندلك كده في شعرنا كويس، ونسيبه برضو شوية، نسيبه 3 دقايق 5 دقايق، 5 دقايق بالكتير كافيين جدا، وبعد كده نشطفه بالمية، برضو هيبقى 3 مرات في الأسبوع بعد الشامبو إن شاء الله. آخر منتج في مجموعة زيت الأرجان من شركة OGX هو الزيت، وهنا بقى الكلام يختلف. هنا أنا ما بنصحكمش باستخدام الزيت ده، يعني أنا نصحتكم باستخدام الشامبو وفعلا كويس جدا، نصحتكم باستخدام البلسم وفعلا ممتاز وأكتر من كويس كمان، ولكن الزيت لا، مع أن الزيت برضو بيحتوي على زيت الأرجان، يعني الزيت ده برضو فيه زيت الأرجان. طيب ليه مش هنصحكم باستخدامه؟ لأنه فيه تركيزات عالية من السيليكون. هنا بقى التركيبة مختلفة، في الشامبو والبلسم كانت التركيزات قليلة بتاعت السيليكون، وكده كده الشامبو والبلسم ما بيعودوش على الشعر فترة طويلة، بيتشطفوا، فما عنديش مشكلة مع الشامبو والبلسم. ولكن الزيت التركيزات عالية بتاعت السيليكون، فعلا تركيزات عالية جدا، جاية في أول التركيبة خالص، أول مواد في التركيبة هي السيليكون. تاني حاجة الزيت لا بنسيبه على الشعر، الزيت المفروض طريقة استخدامه اللي احنا بندهنه وبنتركه بدون شطف، هنسيبه على شعرنا فترة طويلة، فهنا الكلام يختلف. طيب ايه مشكلة السيليكون؟ السيليكون في بداية استخدامه حلو جدا، ترطيب وتنعيم ولمعان حلو جدا للشعر، ولكن مع الوقت وتدريجيا السيليكون ده بيتراكم على الشعر، فيعمل لي زي طبقة شمعية بتقفل الشعراية وبتمنع عنها المية، بتمنع عنها الترطيب والغذاء، فتبدأ الشعراية تنشف وتضعف، ممكن تتلف. فالشامبو ممتاز ورائع وانصحكم بيه، البلسم ممتاز ورائع وانصحكم بيه وفعلا هتحبوه جدا، وتركيبتهم ممتازة فعلا، ترطيب وتنعيم، وفعلا هيساعدوكم في انكم تتخلصوا من مشكلة التلف والتقصف بإذن الله رب العالمين. لكن الزيت بصراحة شديدة وبأمانة كاملة لا ما انصحكمش باستخدامه. نيجي بقى للأسعار. المجموعة دي أول ما نزلت في السعودية كانت أسعارها بتتراوح ما بين 45 ل49 ريال، دلوقتي أسعارها زادت، يعني هي النهاردة بتاريخ اليوم في السعودية سعرها في حدود 70-71 ريال، فسعرها زاد. هنا في مصر هي لسه نازلة قريب، ونازلة بسعر 250 جنيه، الشامبو ب250 والبلسم ب250، وحتى الزيت برضو نفس السعر 250 جنيه. أسعار تعتبر نوعا ما في مصر بالذات تعتبر نوعا ما عالية شوية وغالية شوية، ولكن بصراحة شديدة هو للأسف الشديد كل المنتجات المستوردة النظيفة اللي من ماركات كويسة كلها في مصر أسعارها في الهاي، فالله المستعان. وبس ده كان فيديو النهاردة، لو كان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية بإذن الله، ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله، في أمان الله.